شذ المصير عن القاعدة. ها هنا قاتل وقتيل يمدان في حفرة واحدة، ونسيت البقية، لكن على شاعر آخر أن يتابع هذا السيناريو إلى آخره. Hello, wonderful listeners. I'm Masa Fatta, a Jordanian-Palestinian activist living here in Groningen.
I'm really thankful for this wonderful opportunity today where I can get to talk about my beautiful land, but unfortunately the really horrific atrocities that it is facing right now and for the past 75 years. I think to myself how proud I am to be a Palestinian right now, how proud I am of my people who are sacrificing their lives for us every day. But as I resist and I see my friends around me fighting just as much, I also think to myself how proud one must be to be a human that knows what it is to resist and to fight for what is right and just in a time like this. We are on day 46 of the non-stop brutal Israeli aggression on the Gaza Strip. We have lost more than 13,300 people in Gaza due to the Israeli bombardment that has begun on October 7th, and that is other than all the unknown deaths of our beloved ones under the rubbles of their homes. It is always important to know how to talk about our martyrs, to treat them with the ultimate respect as we realize the meaning of their death in relation to Palestinian liberation and resistance. For Palestinians, death is never defeat. It is never a sign of weakness and never a notion towards surrender. For in death, we see resilience. We see the unwavering strength of our beliefs that we have a right to exist on our land, a land that has belonged to us 75 years ago, and a land that will forever belong to us as long as we're here. A land that teaches us how to beautifully weave strands of togetherness, culture, and love, just like it did before its hands were cuffed to its back by Zionist thieves. And although it ceases to weave its tapestry with full autonomy now, we take on this responsibility. As we fight and resist with our free hands, we continue to weave their tapestry with strands of resilience and bravery as we ignite the existence of our strong indigenous mother. بيصور ابيض واسود داخل الباص اول سكول, عارفين ان الكوفيه عربيه بس والله مخيه مش كول, فبكفي استغلال واستهبال, مستشرقين جايين لهون بس وقفنا الاستقبال, فلاش بعينك هون نستنى العوده مش ادغال, بتلبي احتياجات المستهلك زي يونيبال, فروح العب مع غيري هون بنرسم وجه الواقع على الجدران بدقه زي الدكتور خيري, داخل كاني بقرا مقال عم عن اللي كتب له كلمتين مندعم, نعم 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 الطرف صك بلبس طوب فلسطيني وبيتبك يعني بيرقصك, تصحى من الكابوس بيقصك عكتاف الثقل, الشعب العربي لازم يستورد الثقة, وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة, حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات دمنية زي كيث دايتون, هيب هوب سينو جيم وشباب عاد بتخبص, الطاعيين موسيقيين على لوحة مفاتيح بتكبس, قدام قدام ورا اكس اكس مربع, اشعاعات الشاشة سببت له الدوخان والصدع وترضع, الوان قوس قزح وطلعت بضع, بكياس ملان زبالة معالجة وراثيا وطبع, وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي, نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي, فصب بنزين وولع زي الزردشت, ولك ليش تبلبشت وبتركيب كلماتك خربشت, لسه هلا بلشت لسه قبل شوي بتوقف بتدور على الحاجز وتفتشت, فمن وين جاي اصلا بكتبوا اسماء المناطق غلط قصدا, جوجل الكرة الارضية مجموعات مركزة حصرا, لا تحرك ساكنا ولا بتهز خصرا, وجاي تتفصحا بجيك زي الساموراي من زمن ايدو بشيدو بطعن, مقاطعة ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع, وليش هيك قلب زنخ تضفق بتاعك عجب لي بتقعد اسبوع, لاني بطلت عارف احكي عم بموت من الجوع, لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع, لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير, لانه زي اللي قبلي مش طالع بايدي يا كبير, واللي قسم كوريا قسم سوريا, ما تضلكش تلف وتدور يا بتكرش كارش زي دبوريا, لرات يا عمي طب وانت مالك, فواكر راسماليه بتسقط نظام في غواتيمالا, من اجل العداله مش بالضبط, تدخل خارجي ممكن يساعد امثالك بس للضبط, فافتح فيسبوك واعمل لايك لشمعون بيرز عشان نفرجيك حقيقتك, وبعدها بقعدك عايرز فحص جينات طلعنا احنا اليهود الاصليين, معنات الشعب الله المختار, فلسفطينيين من فلسفطين زي المستعمرين حابين يتخوتوا علينا بموضوع الدين, اشتحيم عرفين قويم وكانوا 14 فيك مجتمعين مهم
فول الراب دي باللي الهام حس ترسب ده كلام زميلك تمام نجيلك امان يا شيلة هيمان على البيت اوزان تقيلة من غير منطق بلم الاجر منكم عدوا عليا تاني بكرة كدكم محناش في سباق دي مطاردة تكلفة عدم تقديمك للدي مطاردة كسيبه شرطة ما بتوترش بايدك ما بقدرش سريرك ما تبقاش صاحبتك لو ما بتوقرش سيدك انا عرش مينس عارفة ده مين اصلا ولا مش عارفة لكي مش عارفة اصلا قرانك مش عارفة ده مين اصلا مش فارقة لكن في السماء وبتمشى على السحاب للفضاء بكره السكوت بس انا منحاز للضوضاء دي اعترافات موت الموهبة تأجل الحالة بالشكل ده تشدد المخ عضو هنا تبجل كده بتسجل سجل ولا مش سجل ولا فور باي فور دفع خلفي سلبي مفيش اعمق من غرزة مخلبي فوق سينما راديو بيس بارلوس تانجو مع برديس كارلوس بالقميص حمادة سكارنو على البيت انتو بتقارنوا مين بمين ده ظلم شبيت طلت من الكلام بمل ومن البلكون على البيت وبشوف الويل هو برواز في دماغي هولع بالجاز في كل ذكرياتي And for Palestinians, in death we find resilience. An ocean that our resistance has no bounds. We would rather die on our land than to be berated by an illusion of freedom offered to us by the colonial West. We stand strong on our grounds until we die on our grounds, never to leave. The word martyr, actually, it's defined as a person who is killed because of their beliefs. And I will let you in on a little secret about Palestinians. We are stubborn and resilient, and we believe in our right to exist on our land. Our right to grow back our olive trees, where over 800,000 of them have been illegally uprooted by the Zionist Israeli regime. Our right to cultivate our farms, educate our children, believe in our artists, and to be one with our roots. For a willow tree's roots can never exist on soils that have brought life to olive trees for thousands of years. Even nature disagrees. And I believe in my grandmother's key to her house in Palestine that she had to forcibly leave in 1967. I believe in the olive oil that crosses dangerous checkpoints and borders to reach my home in Jordan, just to make me feel like I'm home with my heart that belongs there.
And right now, we are all outwardly fighting to call for a ceasefire. A humanitarian shout out to stop the killing of innocent children, women and men. All kinds of life support measures need to be provided, of course, and surrounding countries should open their hospitals to receive patients. They should send medical teams and medical rescue ships. They must create mobile hospitals along the borders and send the most humanitarian aid that can be achieved with funding. Now, we are all mostly focusing on the humanitarian aspect of everything, which is, of course, very, very valid in this context. But tonight, I also invite you to see this as a doorway to enlighten yourself politically, to enter the path of disillusionment that leads to the ultimate goal of decolonizing your mindset. Or better put for some, to re-indigenize your thoughts, your identity, and the spaces around you. We see the colonial narrative being pushed now more than ever before. The narrative of the fantastical West that supposedly fosters freedom and acceptance for all, unless you're Arab, Muslim, Black, or any kind of minority, then you can slowly and painfully escort yourself to the dehumanizing life of a marginalized person in the West, a place where laws against our right to fight for existence are put to motion, where we are seen as less than, discriminated against, and the slaps of attempts to silence us go on. But of course, we will never be. سألت الموت عن ليلى أجاب بليلى يصبح الموت السرابة رموش السائلين لها ظلال ونور الليل يعطيني الجواب فمن خال العيون لها حدود وأسدل طرفه سترا حجابا يباعد وجده عن حب ليلى ويمسخ حبه لوما عتابا ينام الليل في مهد الخطايا وليلى توصله مجدى سبابا أيا أرضا تراودها البغايا ويقسم ظهرها جيل الضحايا تلوثك التوافه باعتداد ويركع أنبياؤك في الزوايا يحاصرهم أباطرة التعامي بحناجر وخناجر ومرايا أما أنا فليلى مبتغايا أقاسمها من الروح الحنايا تعلمني الحياة بلا قيود تعطرني بأشواك الورود أيا كونا تعانقه حدودي سأدفن فيك أرباب الجمود وأختصر الكواكب في وجودي نجومنا كرومنا دماؤنا سمومنا أحلامنا غيومنا أمطارنا همومنا رياحنا طريقنا أسماؤنا حريقنا أعداؤنا عيوبنا أبهاؤنا جيوبنا موتنا غروبنا قلوبنا دروبنا فأمعن النظر برقصة الوتر وواعد السحر مسامر الشجر حدودنا سراب حضورنا غياب رحيلنا إياب ووصلنا عتاب مين اللي بنى حزني مع صوره صورني بالألوان وخبى راسي تحت الصورة مين غرقني بالأسطورة مين جبرني باشتراك وجاي يقبض الفاتورة مين حط على لسان الله كلمات مبتورة حتى بكتبه مش مذكورة مين اللي كدس الضحايا من لاحق حبرم المحاية من حول الإسلام على عبادة أصنام قلب السلف الصالح وعقل الوالي والإمام مجنون ليلى أنا مجنون بالألم والعلم مضحون قطع من العالم رغيف الحلم مجنون ليلى أنا وليلي مسكون بالكون عجدران مصفر من كثافة الدخان جسم يوصل بوصل النصر بالدود بس ساعة فاضي في الزمن مش معدود مجنون ليلى أنا وليلى مني قبل روحي الوعي حق مكتسب نحن نطلع عند الرب ما في ملايكة تنزل توحي نفسي قالت لشفه السر مدبوحي حنجد من الكتمان مبحوح عيني بسكينة الظلام مثل دنيي بسفاهة الكلام مدبوحة والجروح مفتوحة أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم
كل السفن تفوتنا تارك الحزن يغرق قلوبنا راضي نكون ضيوف الظلم ببيوتنا والآين قلبت كمان مرة صرنا ضيوف اللي غير مرغوب فينا مكتوب لنا نضلنا راب على أرضنا بعاد من وطننا مين يهم همنا مطمطي يشرب دمنا حكمنا حكم صهيوني ديمقراطي ديمقراطي للنفس الصهيونية وصهيوني للنفس العربية يعني الممنوع لو ممنوع للمسموح لو ممنوع للمسموح لمكروه لي لأنه إن كان كياني محا ومازال يمحي ألواني تاريخ ناس جدادي يغسل دماغ ولادي التوعى حاضر ما يمثلها جنسية زنان بالله ونشرب ميتها طولنا أنه احنا من الشعب والشعب حسسنا أنه احنا غربة أنا غريب في بلادي فنانا همسات سبانا إشارات طردانا أهرانا ناسي إنو جدادنا أسس المباني وإخوانا مازال عمرو أساسا وأساس سعر بالمسجد والدير وأخيرها ناس من بلاد غير تصرخ لي ترانسفير إحنا شاكينا قوانين هادم حقوقنا كاتمة صوتنا داخل خط الأخضر هادم بيوتنا البطالة هومنا نربط فقر وفقر ربي يقولنا لكن تحي قلوبنا اللي تحي جزورنا اللي ينادونا خاونا خاونا أنا ما هنت في وطني مأسي شعبي كتبت لي قدري العالم لليوم عملنا إسرائيليين وإسرائيل لبكرة عملنا فلسطينيين غريب في بلادي قريب لما الحجر بالإيد 13 شهيد علاء وطننا عماد وطننا أكتوبر الأسود أثبت إنه الإياد بدمنا إذا الكل فيهم وليد تحت الاحتلال كيف مش رامي الماضي برامي حاله كسيف الماضي يعارك سلاح الحاسب ضمنا مي يقتل الصوت المسلح برصاصه الحي ودمعة الأم تصيح أنا أسيل عخد عرب محمد والمسيح يا جبل ما يهزنا ريح انضل رامز القومية وسام الحرية شعلة أجداد دمر الروح الشبابية أنا غريب ببلادي لكن احمد ربني متمسك بتراسي نادوني خاين عربي الداخل 48 ويدك عراسك احنا جزور فلسطين لطول العمر Doctor saw both of her parents die in front of her eyes. Now she's left for adoption. The luxury of clean water is not an option. If we're lucky, that's once a month. She's never given up. She's seen so many dead bodies already. She's only 5, but talks like she's 30. First, open her eyes to a war. She's gonna die in a war, so don't cry anymore. She has faith that her family's in a better place now. Don't get too attached to this world, it's temporary. This is just to prepare us and to distinguish between the real and the fake ones, the big spenders and the ones who donate wealth. And always think about they self. Tell them what happened to the prophets. What happened to the message that's been carried on for thousands of years. They work together for one message, one purpose. She's gonna pass it down to her kids. Let's change the world together. Shake the world together. Bring the world together now. We will live forever. Nothing is forever. Nothing is forever now. Let us stick together. Let us pray together. Let us help each other now. Let us stick together. Let us pray together, let us sing together now. Ayo, I told him I'ma bring that Al-Hajj Malik Shabazz. Remind him of Martin and Malcolm, Umar Mukhtar, Imam Siraj Wahaj. That's why I'm doing this hip hop. I might make your new rappers feel stupid, but that's for your own good. Any day could be your last. I was born in the war and raised in the hood. Now it is time for these crews to rebuild. Whether you're Muslim, Jewish, or Christian, we are all people of the book. It started with Adam, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad had the same message. We're all one. Peace be upon them. I call out like a megaphone and it shine bright like I'm California. This is the real me, this isn't a persona. My condolences to all the families that lost their loved ones. Change will come around the circumference. They say these are signs of the latter days. We out the cage, broke the chains, and we still praying for better days. Let's change the world together. Shake the world together. Bring the world together now. We will live forever.
Nothing is forever, nothing is forever now. Let us stick together, let us pray together, let us help each other now. Let us stick together, let us pray together, let us sing together now. ثنيتي الودا وجب الشكر علينا ما دعا لله يا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المليئة مرحبا يا خير أدنى طلع البدر علينا من ثنيتي الوعدة وجب الشكر. And now, as we uncover the lies perpetrated by the Western media and the propaganda being spread out by the Zionist state of Israel, it is of utmost importance to know where you lie in this crucial time in history. I invite you to educate yourself historically on Palestine and the emergence of Zionism in the late 1900s, the establishment of the State of Israel in 1948, where 700,000 Palestinians were forcibly displaced and around 15,000 Palestinians were brutally murdered, where we can see mirror actions happening in Gaza right now, actually, if not even worse. The ongoing attempt to ethnically cleanse and wipe out the whole existence of Palestine. This is what is happening, and this is what the existence of the Israeli state is based on. And side note, as I say this, I always say it with the knowing and the utmost conviction that we will have our land back and achieve liberation soon. And that is how it should be as you continue on your path to fight for liberation of all oppressed peoples. Because you need to know that the oppressor never wins. So, as we fight for the humanitarian rights of our beloved brothers and sisters in Palestine right now, we must remember that a ceasefire is not the end, but only the beginning of the path towards their liberation. We must fight for their rights, their right to exist on their land and their right to freedom in all senses possible. And as we do this, we do it with the deep understanding of what oppressor they are fighting and that they are fighting this battle on occupied land with immensely unbalanced powers. To let you know a little bit about what oppressor Palestinians are fighting, I will touch on the tragedies that occurred on October 7th in the music festival that day. Israeli officials publicly admitted the true events that happened that day, where they have happened to have shot their own people deliberately under the intention of targeting Hamas fighters. A move of recklessness and pure indifference to the lives of their people, as they say that publicly. And as we all know, the narrative that was pushed about this was the complete opposite. However, after internal interrogations, Israel has admitted that they were responsible for the mass casualties that very tragically happened that day. So, if you will not stand by humanity, if you will not stand by history, and if you will not stand by being politically educated, let's just take this incident of propaganda as a reflection of how brutal Israel can be, and that Palestinians have been undergoing their severe oppression for the past 75 years. And let me clarify, though, that I am talking about Zionism, the fascist regime on which the State of Israel is established. And I am certainly not talking about the Jewish people, where being anti-Israel has nothing to do with being an anti-Semite. Rather, I think that all religions, including Christianity and Islam and Judaism, must uphold their unity in fighting against injustice now more than ever before, as they all are, as we see
millions of Muslims going to protests in countries like Indonesia and in Jordan, and as we see the minority of Jews in the US coming out in hundreds to fight for Palestinian liberation, as they know that Zionism is not the true representation of their religion, of Judaism. استفزك عبيد خرص زي وشك رسوم متحرك عجيب بتقولي ديزني بدزك الجاز افريقي الروك افريقي الهيب هوب افريقي فلا يا صديقي اسلوبي لا غربي ولا موسيقي هرمز مطيقي والدم الاحمر رفيقي تراكم حقيقي كنعاني وفينيقي كان يعاني من رقص متافيزيقي الفلسفة الأخيرة صعب توثيقي مصلحتي ومصلحتك مصلحة المياه مصطلحات الاصطلاح من ضمن أفكار الحياة طلع البوم برعاية فلان بحماية إعلام حواليك ودعاية وإعلان الثورة 360 آخر الدورة والصوت إمك عورة بس بوجودك منورة فإنزل على الشارع فورا ونفذ أوامر متآمر روح أكلم بكل وضوح بس من خامر هالأسلحة الدمار الشامل مش كل شي مكتوب مقصود ومش كل شي مقصود مكتوب بين السطور المخ مطبوب مشطوب الاستف مضروب مغضوب علينا أسلوب محسوب على ثقافة المسلوب وهي بدينا شرفت يا ديتون بابا يا بتاع البوليس ديت عملوا لك إيما وسيما وإسرائيل بتصدر زيت كاتر بيلر بتهد أصحاب البيت فدوس بالمصطرعة أرض الثار من شو خليت كوزوك ومنتصر مختل عقليا ليش بالنسبة للتعبير عن القضية عاطفيا اقشط واربح اسكت وارمح وثق وافضح بدل ما تشوف الحق وتسرح يميني متطرف بس شمالي لحاله بيخرف مقاطع وامثاله بفلو برمائي بيقرف يخوفه ينزل سوق قبل ما يصرف متصرف ومشرف لهون بميكروفون وجاي يحرف كل نار تصبح رماد كل قرار ورا الموساد اخبار بغداد بتنعاد بتلات ابعاد فقاتل اوهامك زي دونكي شوتو سانشو بانزا تاكل خيزراني زي دب الباندا تخصيب موارد مش وارد هارب من واقع في بير ضمير بأنب اطلب بتمنى من المارق والمارد بيساند تقرير بيعاند غاز للجامد سحر متزامن جهتين لنفس الجانب مجتمعات بليدة ما في معلينة فكتبناها بشكل قصيدة نمو بدون تنمية غريبة بدك تحرر الارض ومش عارف تحرر الجريدة انت هيب هوب مباحث انا هيب هوب ابحاث انت هيب هوب متاحف انا هيب هوب للناس انا هيب هوب للناس انا هيب هوب للناس انت هيب هوب مباحث انا هيب هوب ابحاث انت هيب هوب متاحف انا هيب هوب للناس انا هيب هوب للناس شوف انا هيب هوب للناس اسمع استطلاع رؤي تعميم الغسالة شغالة للجدار المخترمين تصميم المستعمل ترقيم المستعمل تقييم المستعجل ساعد عمل تنتج عيش وانا بعجن حروب مفقودة عين البرودة بس للسوق وحسن الحظ القاعدة مش موجودة فقوم وقوت تنام واحلم وتصير بيل جيتس بس دير بالك من الشاب معاه يو اس ايدز ضرائب امريكية لاسرائيل ثورة مدنية بيت ايل دير ياسين دير ياسين شعب المهاجرين مفارقين الحياة واللي بتعرف دي تضخم مهجنين لننسى نستقبل هبل بالتزينة طب الفلينة القرية صارت مدينة كنا منهد ومنرعد بالعاصفة ورب الله صارت عاصمة الشباب صارت واصلة والسلطة صارت باصمة تنتيش ونحط لك فاصلة مقتطفات من الواقع متواصلة عالم تاني جهاز بدائي مختبر جنائي للمشاهدين عزائي يعبر عن استيائي لتملى حقوق طبع جينات المخلوقات ميكروبات التركيبات للشركات المحروقات وكالة أباء بعيش عن الصائب الغير وإذا بتدعس بنزين تتوقف من شرطة السير فزمر إذا كنت ضد المفاوضات وبس تروح شمر عشان تلعب في البيضات بلاط بينا فرد نقاط تنسرق خارطات تنخرط وبتنفرد عالسنسلة فقبي إرشك الأخضر ليومك الأصفر خمسين اصطناعي سلاح بي وعم تتمسخر المظهر الظاهرة المفصل القاهرة مناعة التغيير بأعداد مناهضة جبال محفرة الضرائب عكس مخفضة السياسة محفظة لتصير العدادات مصفرة فدخلي بريال واحكي عن الحرية مش عارف طائفية صهيونية ماسونية انت هيب هوب مباحث انا هيب هوب ببحاث انت هيب هوب متاحف انا هيب هوب للناس انا هيب هوب للناس اسمع انا هيب هوب للناس انت هيب هوب مباحث انا هيب هوب ببحاث انت هيب هوب متاحف انا هيب هوب للناس انا هيب هوب للناس انا هيب هوب للناس انت
that when we crossed the river, I took my father's letter out of my pocket and began to write out on the back of his letter this poem, The Negro Speaks of Rivers. أنهار كثيرة عرفتها أنهار كثيرة أزلية كما العالم عرفتها أنهار أزلية تدفقت حتى قبل أن يتدفق الدم في شرايين البشر وروحي ازدادت عمقا كالأنهار فأنا بمياه الفرات استحممت حتى قبل انبلاج فجر الحياة وعلى ضفاف الكونغو بنيت كوخي حيث هللت لي مياه ليخفو من دلتا النيل العالي أشرفت وشيدت الإهرامات العظيمة وإلى شدو المسيسيبي استمعت حين مر به لينكولن في دربي إلى نيو أورلينز ومع الغروب رأيت أحضانه الطينية تتحول لكتل ذهبية لقد عرفت أنهارا أنهارا أزلية معتمة كما الغسق وروحي توغلت في القدم وروحي ازدادت عمقا كالأنهار موقف باطن عقلي تهفز مع بقية مشاكلي في خزنة بقى في مصادي حد يجيب لي دكتور نفسي احكيله عن هموم الدنيا ما بتخلصش هو هتخلصني منكم بدري بدري نفسي اقنع نفسي ان الوحدة مش افيد لي احكي وسط الناس ويقولوا عليا شخص فريندلي ولا اقول لك سيبك من الناس دي لا لابس اخر موضة ولا عايز ابقى ترندي انا في مستخبي ذكر اعزب بدون مهمة صائد نحو صائد املا لكن هقول بذمة كل حرف وكل كلمة لحد ما اعصابي تهدى واستريح واستريح من الفيلم ده واغير المحطة واستريح من الفيلم ده فاعذروني انا عدم بقولي فكري ملوث بشعوري بحاول اداري في عيوبي المرض منتشر في عروقي الدواء معلكش بروحي فيروس ومقطع على روحي خلى السام السقف طموحي خلى السام السقف طموحي مسابقة كسبت خسرت مش فارقة نوسي اللي فايق بيتحدى نوسي اللي غايب في المادة بين الاتنين في عركة بنقطة من أجل مجادلة مفيش مكان مفاوضة أيمن عسير مفاجأة رود أفعلكس وجابها رود أفعلكس وجابها واستريح من الفيلم ده Thank you.
So if not now, when? When will us Palestinians ever be able to go back to our country? When will we ever stop suffering? When will we ever live with pure freedom? When will we ever stop living under this really oppressive, racist, Zionist Israeli regime? The regime that has showed the world their atrocities and their massacres and their genocides every day for the past 46 days. You now know what it's like to, you know, at least a glimpse of what it's like to be a Palestinian living in Palestine. So I urge you, it is your responsibility to continue to educate yourself, to fight, to decolonize your mindset, and to fight for the liberation of all peoples, because as we know that all issues are intersectional and they unfold as one is unfolding, another one is unfolding right next to it, and it's our job to be the support in this as we all continue to liberate our friends and our brothers and sisters. So I want to ask you, how do you expect for people to live under such oppression anymore, and how, like, they are not leading the life that we lead? Can you just imagine with me how they must be living? We're watching the news and the numbers of deaths and casualties, and you must understand that there is no life right now in Palestine. People are deprived of proper education, they are deprived of food and water and electricity in Gaza, and people's dreams and hopes are dying. They are dying with them as each child is killed brutally, and their dreams and hopes are all killed with them. So it is our responsibility to never let all their hopes and dreams die. It is our responsibility to fight for them. So I urge you to educate yourself. I offer you one book that you can read. It is called The Ethnic Cleansing of Palestinians by Ilan Pepe. It is a very introductory book about Palestine that is an easy read. So, yeah, thank you for listening.
منها جوع اذا نايم بجامع جوع رافض الراتب الزباله ففايت تتنفس بشو تعطش مثل معنى ورعايه الفانتا عندنا خشوع لما نقتل الراتب تعرف داخل خلص اذا دقق عبابك سبب ثاني وهذا طلع جنات العتابه منها جوع اذا نايم بجامع جوع رافض الراتب الزباله ففايت تتنفس بشو تعطش مثل فلازم اجمع زيي لازم اشبع سيفي لازم اشرع كيفي جازم اشرب الزيت المجدور في الشارع شوفني الشارع والاختلاف في الزوق بوكس على الحنك بلازمك ارمي العراق بجبين ببزوق للسما التاسعة نهدي لك قرف لسنين شوب اللب حدابت تقدير الضرر من مين 99% منكم فشلي تنبيه العرب تن وين صار لي سنين بشوفكم بتتعربشوا وقذوبة في حضوركم بتتردحوا درسهم غابي قدامكم فجأة وانتو بتتمرجحوا ولحقوا فتحوا لداخوا مش تيقة مش سيبل تسيت تلقحوا من الليلة حطولك بيت غريب أبدعوا كتير
رهيب بتمتعوا بمرادي فات قوية بيحكوا عن مواضيع ساخنة شوف تركيب كيف بتبدل ولذلك نويت اشترى جملة للتطبيع ثلاجة وحط فيها فري بالستاين ومستمعينكم كنجرو جبتو كبيرة فتشو بدي لكن بلاي هادن بلا طيزو مستعد يهاجم هو الدبان العشا لطيفو جماهيره صفر بس قبل ما دخله شربت سبيرتو لسكر هو ردع من المفاليري بعدين ايده خسر اهلا وسهلا بكم العالم الهوب هوب على ريجو شاب بيع الفستق فاضي هو اللي بجيب مصاري صحنا كل يوم بنهرب كيلو بزر لعن تعوني راكبين الثورات ولا تعوني السلاسيل ورا السيسو بمتر كل متبعنا مطمئيا انا مش مقنع بايدنا فايمر فجاه احكي له صفر استحضار المستمع عن طريق استشعار المشاعر الطفليه كيلو فكر عين الدم بتزين الكم المناسب لاستغلال فلسطين في الذكر اجي اغير اسلوبه بدل سفينته في اجره من المحروس هذا اختار يكون حربيه استغلال تنين في الشعر شيل الخسر لوين رايح جد مفكر راح اسيبك انت بالغلط لف قصيدتك تشبيهاتك الصنم لف حريتك بلف قضيتك وبعطيها لا بور طاقتها مسموعه صاحبتك حشوره صاحبتك دلوعه ردتها مفجوعه عم بفرجيك الصله انت سيب الغنج بركي بعطيك الرضا يجي بشلاتاتك اللي بذلك اللعاب ومليء بالغرة كلنا منحسون بس الموضوعيه لا تبدو انها طريق بندق زادوا احكي رايك بس بخيل اللي خرقك كون جدير بالثقه الهيب هوب طلع ذهب من اتمامكم اول ما جربتوه فما اضطريتوا تطوروه بل بديتوا بتصدير العظم تبسيط الكلمات من اجل الصيت والشرف فانا هون مش عشان اوصل للحقيقه العشوائيه بس انا رقيب على الفكره وعلى فكره اللي عم يسمع وطني بحث مش سياسي بحل نظام البلد زي ما الغني رح يغنى والفقير رح يفقر زنقه زنقه حتمها غصه استعماريه في قلبي بتنبض دم اسود بيضحك على اللي بفكر انها رح تخلص اذا بيسقط بشار الاسد فيش مجال بس تتدبر اذا بتكرمه بما انه صار حكي لك رح تتبدل اذا بتحرمه فساد داري نار مجاري اذا بتحمله غالي حسابك جاري لعبة تاري اذا بتفلمه فيش مجال بس تتدبر اذا بتكرمه بما انه صار حكي لك رح تتبدل اذا بتحرمه فساد داري نار مجاري اذا بتحمله غالي حسابك جاري لعبة تاري اذا بتفلمه لا عالبال ولا عالخاطر مقاطع ناظر من تحتك صادر غيم ماطر تهيم قادر سيف قاتل شاطر شاطر زد اشعار خواطر تفاس عربي فاصل اخراج عناصر بدون محاصر عامل تضيع الطاصل قناعه بيختفي صلوا الساعة بيختفي سمعوا هيكل بيطفي المايك من ايده بيرتخي ونص وش السوسي والسنصار من رأس الأفعى لآخر مسمار من انفجار طار شرايا صغار بتشتت أفكار بعجلة الأخبار مش هالديار بطف للإضطرار كيس مشوار مش عارف لولويات زي داعس بريك عالدوار ففتح البؤبؤ دعم من أكبر حبة لؤلؤ من كتر الفول السوداني بتنطق بس دق 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 تحمس وفتحت همش وردح بس بعد الموجة يا جدع راب للشبع اختنق في جبع تاني اللي انخدع وعين اللي انسمع تفرفر عليه قنديل البحر النسع سجل الجشع لوقت انتزع الشاعر سجع لما البجع قرأ ومزع صناعة نجوم عقمار الصناعية تشبيه مشتبه فيه زي علم الجزر العربية بيموت في السبيل ميوت الأرخبيل ابتداء الاستفتاء بس الشيطان بالتفاصيل وقف عمال الطبطبة سقف مطالب شطبك نقد الناقد فاقد حاقد إذا ما قطبك خارط الطريق بضيق النفس سري كبس أخ الحبس وقبله بعد ما تكب انتكس صافن بالقفص والحداد بلا جرحان صنع القفل بلا عنوان والحارس بكش تبان فحظر أوفر ابعد خوفا لو نطرس بالكوثر عض طلب سهم قلب الغلط وقوس الشوشر ميلان النشاب إلى زيلان الكذاب نقطة غليان الكتاب تسكير أبواب بداله بقاب في ناس شعاني بيعطوهم الشافي في ناس شبه شاطرين في الساحة هون بيعطوهم الزفة وين اللهفة سبات تحت الأرض كان القصد بديل للتجارة الفهم الخابس واعمل عرض تربينا على القنصل الرقمية فطبيعي بنبحث فاهمين كل كلمة عم تغلطها وانا جد أبطر فاسحك يا معزف الصدف صحيجة بترفع مستوى ما يسمى بالفن يشاهد من الشرف بشارك يرجع كرة عشان توصل النقطة لازم تمرر الكرة حرف عديدة على الحديد ونسعى الآن بالغرف فيش مجال بس تتدبر إذا بتكرمه بما إنه صار حكيلك راح تتبدل إذا بتحرمه فساد داري نار مجاري إذا بتحمله غالي حسابك جاري لعبة تاري إذا بتفلمه فيش مجال بس تتدبر إذا بتكرمه بما إنه صار حكيلك راح تتبدل إذا بتحرمه فساد داري نار مجاري إذا بتحمله غالي حسابك جاري لعبة تاري إذا بتفلمه ماشي بشبك السيد وبطل ماشي بعدلة الليل وبطل انا فكر كتير وبس منسى انا لاعب قديم وزبط ضباب معرجات مروحين من اريحام شغلين هذا تراك هيكل نظارات شيخ امام يشعرات مع رياح دي اعراض الشباك بس ضروري فتحه شان الريحة اجراءات عادية سيدي اذا توافق انا ديبك او خلي الهدية بيدي نص نصاين نصنا لا نفطر مع بعض صديقي مع بعض صديقي ربطة واحدة بنيجي نطة واحدة صور عيشتي شبك الصيد وبتصيد ماشي بقتلة الليل وبتنور ضلنا فكر كتير وبس منسى انا لاعب قديم وزبط طول نلبي كل شي معدى التمر بنسب كل شي معدى الام معدى الاب معدى الاخ شكله بنسبش ما تسبش معدى نضيف
كانوا الحداد ده سما قبليها بنشوف فيك انت وبرضه نشوف فيها قلل الوان انه سمك بتطير ومن بعد انا شفت الدنيا مقلوبه ايقاعاتك هادف كاني مولوده هي شطاتك جوا اضافاتك اذا فرطا نحترمك صعوبه والدي هنا بوجودي اهلا وسهلا مش بالعمد زهملت سهوا بختلف معك مهلا وسهلا لانك شايف كل شيء مسلسل شو بشايف حضني مسدس مي جاني كوبايه هذا المسدس طي بكتب عشان كنا نتحسس عير كتب برمودا على المثلث طي دار سلام وراح تشمس لانك مسؤول وبتفلسف بايد زيت شبك الصيد وبتصيد ماشي بعتلة الليل وبتنور ضلنا فكر كتير وبس بنسى فانا لاعب قديم وظبط زيت شبك الصيد وبتصيد ماشي بعتلة الليل وبتنور ضلنا فكر كتير وبس بنسى فانا لاعب قديم وظبط Hello again. So right now I would like to present a poem that I have written back in February about Palestinian resistance and what it is like to be a Palestinian. I was just telling my friends right now that I didn't write any form of poetry in relation to what's going on right now in Gaza. And because I think it is like really confrontational and it's just the atrocities that are going on are just so brutal to the point where it's like you don't want to see the words even in front of you to that will make you process what's going on because of how horrific it is. So I keep on acting out and acting, doing activism and doing all these actions. But truly, as a Palestinian, as an individual, we can't even stop to look at the ground and see that our hearts have been like eternally broken because that can maybe induce a sense of weakness of some sorts. So it's always this ongoing battle of continuing to fight and resist. And this is us for the privileged ones living in the diaspora. So what do you think Palestinians in Palestine are really going through right now? The poem that I wrote is called Lost at Sea, Limbs Too Free. From the red to the rest, dare to set me free, for I have become a refugee in the soil that has created me. I seek asylum in your hostility. Toss me around. Toss me around like the forgotten ragdoll sewn by Teta in Nablus. I remember her singing me stories of her floating peacefully on Haifa's beach, humming to the rhythms of Abd al-Halim, sipping her miramiya tea with just a bit of sugar, sweet enough to taint a future about to wither. I remember her singing me stories of her dancing in her thobe to the strokes of tranquility in the air of the olive trees she is so used to breathing. The tree is so used to feeling her inhales, its exhales, they're harmonizing, intertwining as the sun is gleaming. And the trees with her feet, they both plant the seed in the soil where her heart forever rests. And now it still grows. As we weep, its branches do not cease to extend their arms high atop the sky, and bending down below to stroke her cheek. In her sleep, the door is unlocked, the orange lights glimmer across the concrete blocks. And my Teta would rock, she would rock back and forth, safely in her seat, safely, safely. Safely sever me, abolish me, destroy me, hastily, hastily, violently, they grab me by the arm, throw me in their car, a world familiarly bizarre, where I find myself on their seat, on our soil. I find myself in their seat, on my soil, and now I am rocking back and forth, 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 down below. I splash face down into the crevice of a ground, separating my land and their vision of an intricately planned scheme of systematic collision, a vision of inhumanity instilled on a people that thrive on peace and hospitality. See, I welcome you in because I know the feeling of displacement. So tell me now, why am I forcibly displaced across my whole nation? Tell me now, why am I losing parts of myself as I stretch across the globe?
One limb extending to the west as I pant to touch a sliver of hope. Another limb stretching out to the east as I beg my sisters and brothers, please do not leave us be. But still I stand, and I demand you, do not dare to set me free. For I have never even been trapped. I have never been your captive when my heart has been eternally captivated by the roots of our olive trees, enthralled by the resistance of being, allowing me to breathe amongst our tears and our weeps, continuously persevering. And now I am telling you, toss me around. Toss me around like the aging rag doll sewn by Teta and Nablus. With every stitch so intricately woven to the next, intention seeps out from its eyes to its feet, where her and I have become a symbol. In our existence, we are a defiance to your alliance, no allegiance to the heathens. And now, as Al-Aqsa's mosaic crumbles to pieces from rubber bullets and tear gas bombs, and the gate is flooded with tribal hate, we remain standing on ground so coarse, our footprints can no longer be traced, as our heels begin to break and lose shape. But we never lose our sight, and we hold each other's hands tight, for we do not dare to crumble as we scramble to pick up the colored shards of glass tainted with the innocent plasmas of young souls. Because now, and ever since, we will breed resilience. Resistance is our remembrance as we know the feel of our soil, never letting go of our home. Thank you. هذا صوت رام الله هذا صوت رام الله هذا صوت رام الله هذا أحد الأصوات هذا أحد الأسرار هذا الأحا كبت لحد معصب من جمعة وأحد يا أبطال شباط فاس بس بجيب من اللحن الألماس كيف زعلان وتدركها بالنبيا كيف زعلان على الجدار وإحنا البنينا سامع الشر ولا تعوضنا بطلنا مميز إذا تعوضنا حتضلنا نتيس كنا تعوضنا صرنا أكتر نبيس فيش حق عوضة خط نص وأيش طبعا بالشقلوب أصلا مش مكتوب هيهم عم بتفقوا لا تتوقع أي حس الكبير ما بيبتسم لك إلا إذا بتعرف الهص كويس على سبيل المثال بدافع عن السواق وطول البص متيس فبنرجع نبدأ صوت رمل لقصف الحيز لو النحس ارجع ابني إشي بنهدش ولا بصف تسيد أو أول لحس أنا بحاول أو في البحث أنا لا منيح ولا سيء بطيقش السكران ولا خطب الشيوخ ولا الخطى المشيوها قطة الجيوب زلام ضد زعران حرامية ضد أسرة دمجهم بعمل صوت رام الله هذا صوت رام الله هذا صوت رام هذا صوت رمل هذه خبرة في التريكس خبرة في البيليا خبرة في اللبس خبرة في الكيمياء بلا خطة مستقبلة وخبرة في ليبيا دي خبرة على الجسم تفرج على شعبك كيف بدفشوا بعض قدام الإسرائيلي وخذ الخبرة بكويز كالتالي هل في مبرر للي بنعمله؟ جاوب بالخنجر وحاسب كل المراحل اللي أجوا ورا بعض بلد أقباب بدو إحنا بنربع البز أصلوا انتفاضة اجتياح فلتان بعد نسم وزادت الخبرة في السكس لسه بنستوعب فيش خبرة في الجبس تعليمنا ناقص أكثر وإحباط فطلعت السكينة الفردية تلوها ثم عادوا بيتها ولك هذه خبرة في العز فجن ونط وطلع كبتك هي السلم اسمه صراخ كسر الارض بالبسطار نخزق العرض من دون رصاص اذا بنفجرش هيك فكري فعلي شكلي صوتي جزء رئيسي من صوت رام الله هذا صوت رام الله هذا صوت رام الله شغف بلا كبسة بضل ضاوي بلا نكسة كما خلقتش بلا حبسة بدون لبابي بجوز انا هلا انكد وما بسمت الشغف متكور هي لكما قادم بعرف عشرة من غير ما دافش الرابط بينهم رباطي واضح ما في اي داعي ابدا نستنغش مش بس كتابي كمان انا بندش طوص على منصة هناك انا بنفش لسه بس المرك يجيب درامز هات نعرف انت في فاير اللي جاكم في الحفلة ده شغف الشعر الطويل هذا شلف شمسي واذا قصيته بكون للاسف مستسلم دايما عايش اكسر المثل ارسل اري في العين الزرق او الحسن غمزة لسه عم ننترد حذر ان نفعت الذكرى لتحسن
مستعمرة جنبه لبيتي مبسوطة عحالها من بعيد بتغاوز تلات كبار سرطان عالجبل نفسها تنزل تطردنا نعارف دير نفسهم صار عادات وتقاليد وما فيش حدا مواطن هي صار في كمان شعور مشترك بين الناس للجوع وكره القارس شعور الخوف من اللي بيصير ولا شي مفهوم القطيع على بركة برافس كمان مع الدائن وهاي جل انتسى وكفوف على الارض بتبع بستعرس اللي غلو لو وتمارس بطلق قصيدة زي مقوزة حكا بس دكيكة اسمها كان مش عشان بس ستيكة طفل مع العدة ورا بسلم فيها فرحة بتتجدد بسجل فيها نيت صافية في هاي الاغنية بتقدر تغسل فيها بكرة واليوم والامس مزيكا هسا انا شفتك وهسا نسيتك ورا بحكي مع حالي في المراي بقوله كل شي حلو فيك بس جنسيتك ايش يا اخوي من صوتك مبين مش مغسل ايدك كنت اقولك تعال لنكسل اجيلك بس زلمة ترنت خلص اكس فيفا المواضيع بلاش ما ينحرقوا مصير عالطريق اهدافنا بيختلفوا في كل التفاصيل لتعتبني انه ما بدي نفس شي ازواق وبفترق كل هدب عني وحياتك خد منه اقوى فلمين بحياتك تقله من المجانين دكاسة الويسكي الماتي مش ديسكو بس بل متنوع زي اوان قوس قزح اللي بتخوفك وتروعك ما بسامح اللي عملوه في ليبيا ولا العام لحالها متطوع هدي سيبك منها بدي تضوعك بقولك دهبة بدي جوعك شطارة الكذب منومة حضن عدو انا بوعدك Okay. This is the end of our broadcast, or at least the first half of it. I hope people are left feeling more knowledgeable and less alone through this struggle. If you would like to know more, read more, read the book that Masa recommended to us. You can go to the Groningen for Palestine Instagram page. The link in their bio also gives us more sources on Palestine and how we can help. Our heart is with Palestine, from the river to the sea. Palestine will be free. This was the first half. For the second half, our DJ Tarnim will play music uninterruptedly. So enjoy, and thank you for listening. Thank you for joining, and thank you for listening. All right, bye.
We'll be right back.
تتمول أشباع في الظلام قطعين طرق الحبر بيحكي أكتر من أي إنسان مع أقلام سرق حرق من الدرجة الثالثة بس الإحساس موجود وقود وسود نفوذ لطرق حرية سالكة مناضل مجهول لعكة متجه أسطول والصور الجميلة في فوق جدران العقول مستقبل مقبول مأهول بالحلول بس مش معقول بدنا حرب لهالطبول ودوم عالطول عالأصول يا قاتل يا مقتول من هاتف محمول كاتم صوت مشيوله لازم نقول فاسمع رشاشات هان عالحيط للتنظيم تسجيلات ضوضاء محيط عشريط للتقسيم تجديد تقديم عالشاشات تنبث ثورة في البيت للتنويم مغناطيس عالكنباي للتسليم مثقفين ضد عمال الشغب راية بيضة تستقبل قاذفة لهب صاروخ مضاد للاحتمال نصب احتلال تطهير عرقي كامل في الشمال قبل الاحتفال هاي الثورة ثورتي وأقولها من بلدتي يا البديلة لنأخذ العبرة من صراعات مثيلة ذخيرة عيرات ثقيلة بوجه مواج دخيلة فرص ضئيلة ليست مستحيلة لما كنت أشعر وأحس بأن الزمن زمن 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 أصبحنا منستنى الغرب يجي ينصحنا تجرنا من مدينة وبنينا مدن بالصحراء وبالأحرى ضباب رؤية أفقية مغلقة منطقة عسكرية تدعي الحقيقة المطلقة المطرقة والمنجل إشارة دولار تهزم تنزل أسهم حمراء متجهة لتحت وبتنقل الأعراض أمراض أغراض عبيوتنا لو ردينا بس ما تحدينا نعمينا وعيوننا مغطية بإيدينا وين صفينا عاليمين طفينا وكان دليلي يجهل مسارك الطريق شوف لمسة حجر الجير بتأنب ضمير تراكم تقصير عالتغريد لعالصفير قدم تقرير وطير عالمضارع تأثير أبطال معذب والبطالة بتطالب تفسير بتطالب تغيير بس بتاكل نصيب من ملاء غرفة معتمة وبتخلق أديب عودة غريب ألفيات بتمد جذور بتعد عملات دولية بتسد والشعب بشد الضغط بيولد متفجرات مثل الحدث فكرة لواقع عبر المكبرات وفي من يستقبل رصاصة بيت النار مستقتل بدون ثورة بدون ما انتقل هاي الثورة ثورتي وأقولها من بلدتي يا البديلة لنأخذ العبرة من صراعات مثيلة ذخيرة عيرات ثقيلة بوجه مواج دخيلة فرص ضئيلة ليست مستحيلة
ما نريد وهذا الاستعمار. نحكي كتير بس وانا الاختبار انتظار ولسه نستنى منتهنى باشياء بسيطة. عالم عبيطة وناس جايين لهون تفهم خليطة ترسم خريطة على دماغك فقط لإبلاغك نرجو انتباهك. حاطط ايدك عسلاحك فاضي ولسه الوقت بداهك. شوف اعمل معروف واعترف بالمكشوف. سياسة مشلوف كل شي تمام بس لو وجهك مألوف. سجون فنون هجوم ديون رسوم علينا كلنا شوي وننسى كيف كنا ثم نذهب الى الجحيم. بماذا نستعين ولماذا نستهين باللي احنا فيه. كل شي عم بتحرك وقف بوجه اللي ضرك. اذا بتتجرأ ما الناس عم تتفرق. طبقات وطلقات توصيل مجاني مش ملحق طلبات. بتكفيش اللي هنات مجهزين لك احتياط مخزون تحت البلاط بأسليم بالاضطهاد. مش عاجبك تقراص وتلين فجر كبر وصر تفكر ممكن تنشر. مواكن تعلمنا اماكن تسلمنا استهلاك بعضنا البعض سنوات تقلبنا واحد ورا التاني. عطوها بتروحوا هدر بودي التف من هون للفجر. اجدادنا من حاضر لنجر ماذا ستقول وهل تقاوم من اجل. في الدماغ علم النفس بيشوف نصائح. حدقة بتصور مثل الحلقة فضائح. تحكم اعطوكم خيارات بعدين تركم تختاروا تحت عتب السماح لهم وثاروا. سياحة فتح دود الباحثين فزاروا واقتباس شد الضوء وشوف كيف صاروا. نتائج بشكل عام تقدر تقول انهاروا. شد كمان شوي بتلاقيهم كلهم طاروا. قوم حجار ولا هجار طلع جدار مكبوتة من كل ناحية بالصالحة للاستثمار. فلأمتى بدنا نضلنا نراضي انتفاضة انت فاضي اشغال ومفتخر بانجازات الماضي. اراضي انسان آلي بزرع حق الوهمي. تكنولوجيا للزباين عم بتودي قدرة فهمي للمخططات واضحة اذا بتقرأ بين السطور. بس محتل بيتك الصوتية تسمع الفطور. ومنضلنا الشعب مقهور الشعب مدهور بأيديولوجيات من الخارج فمنلف ومن دورة حال الشاعر. طريقنا وعر من لما تحددت رؤيتنا بعيد عن البحر والنهر. بس بكل اعتزاز بكل فخر من إيس حضرتنا من الأرض وهم من فوقنا صقر. برؤية شاملة من النيل للفرات كاملة فأمنا نظر قلب. كون جذري كون جذري أمل ستبقى جالس مكتوب في الأيدي وأنت تدري لسه بدري والثورة بتيجي بوقتها. بتلوم من الطعم اللي بتحكوا عنا حرية وبزقتها. زهقنا براءة تعسفية هي هي رسملية بلوان كوفية عيش نمطية جابت أجلك بين خجلك المصالح استأجلت كرمتنا وحضرتنا تأجلت قصتنا تسجلت ثقافتنا تهجلت. طبيعة علاقة السببية بترمي اسطواني بتذل المستقبل تروي عشان طريق بس برضه حوصل المريخ. أفكار بتلف كأنه دماغي عالسيخ فكل مخنا تشبع بالآخر كله بدفع. هرم بعينا مين لوين والعالم كله بسمع. خراب فاضي في محامي بس مين القاضي. طرف بيضيع عايشين بمقابر وكتير روابي. مجال لفيضات سلام اقتصاد الشريط حرنا خلص للمية تفوت باري ففت مصاري. بس طول من الأكسجين بفوت مخاري. قراري سأعمل حتى العودة إلى دياري. واقف قتل الصيحات بهدوء والشبك مخزوق. شعور الإطمئنان الغير مسبوق خلف باب غير متروك كنز من غير صندوق. ما في أمل معلومات من مصدر غير موثوق. السماعة على ذاني وفي صعوبة التنفس. بحاول أسرح ما أجرح دايما بطرح صعب التقمص. نفس الموضوع ماسسني بسبب أرق موجود الحلم مرارا تكرارا. بفكر عارف الحل بدون مختم العلم. براسي فيلم ممثلين منتج أبطال بعاني بالإخراج. النص كامل يوميا عندي تحليل وإدراج. في احتقار من جهة بتشتغل بكل احتقار. مسرح عالم من الدمى أراجوز مجهول والجهل بالإنكار. قنوات دموية خطوات مدروسة بكل المعية لحظة واقعية. مؤتمر صحفي نأسف غلطة مصنعية. أغلبية خاضعة للبرامج كأنها أذداء. أفواه جائعة الوجبات على حسب كأنها أجزاء. في إقصاء للوعي وحقن للعقل الباطن. أقمار فضائية خلت التحكم حق الماكن. كل الأماكن تفشت بالخطر قريبا للانقراض. تسهيل الجرائم الإنسانية سهل فكريا للانقضاض مش افتراض فعليا. في ارتباط مع القروض تدريبك إثبات والدليل تحسين. معيش دق قروض بدك زيارة ورود. صار القبر جاهز ألف مبروك حاليا أبديا. اقتصاديا عاجز حاليا ناقص بس خلص. المحت نقطة الرجوع حتحس بالضربة لو كنت محصر بالدروع. مثل خرافة الإنسان القنوع بعيد خرافة. إنزل تفكر الطرق موجود مثل
عامل نظافة خش صورة وتوقيع حطوا مثل أعلى لا تنسى الإنسان نملك ما أغلى رتبها بتطلع أحلى شافها أعمى سمعها أطرش عالشاشة صارت أصفى اصحى عدها مليون مرة حعيد الكرة بعد ما أنظف مخك بدي أكسر جرة بعدها بعذب هرة وأقنعك إنها مداعبة جيت تجرب تقليدك أعمى فعليا بدك مساعدة Thank you.
thank you for listening and to our Palestine broadcast. After this, I will play one more song, Dami Falastini, Free Palestine, and thank you for listening. See ya. انا بحلم يحط الحصان انا بحلم ما اكل شاورما وارجع اشوف حصان بالصور انا بحلم يرجع ابوي انا بحلم ما اكل شاورما على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني فلسطين